وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد قد زار عددا من دور العبادة لمختلف الأديان في مختلف محافظات المملكة، لتشمل مساجد ومآتم وكنائس ومعبد شريناجي الهندوسي في المنامة الذي يعتبر الأقدم في تاريخ المنطقة، إضافة إلى زيارته منطقة عوالي للاطلاع على أعمال بناء أكبر كنيسة كاثوليكية في المنطقة. وأكد السيد رحمن تشيتشتي أن مملكة البحرين تفوقت كثيرا على الكثير من الدول المتقدمة في مسعاها نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، معربا عن انبهاره الشديد بما شاهده من انسجام لافت بين الصروح الدينية القديمة منها والحديثة أو قيد الإنشاء مثل الكاتدرائية العربية في عوالي. وأعرب السيد رحمن عن فخره بزيارته الأولى لمملكة البحرين منذ تعيينه مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد، وهي المرة الأولى في جولته الخارجية قبل أن يتوجه إلى الفاتيكان، موضحا أن النموذج البحريني يؤكد أن ما يلصق بالإسلام من وصمات إرهاب وتطرف وعنف هو كله محض كذب وافتراء، وأن ما يقدمه قائد عربي مسلم ودولة عربية مسلمة بحجم البحرين تمد يدها إلى أبعد بقعة في العالم لخدمة التعايش والسلام والمحبة، وهو أمر عظيم للبشرية ويشار له بالبنان. وبين السيد رحمن أن تاريخ البحرين العريق في التعايش بسلام ووئام وانتشار الحريات الدينية يعتبر نموذجا لا يتكرر في عالمنا المعاصر، مطالبا بضرورة تصدير النموذج البحريني إلى جميع دول العالم ليشهدوا بأنفسهم هذه الرؤية المميزة والنابعة من رأس الدولة جلالة الملك المفدى، والذي يقدم جهودا حقيقية لخدمة هذا المضمون ونشره في كافة أنحاء العالم.